عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير ويلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال. اليوم غادي نشارك معكم وصفات سهلة وسريعة وفي نفس الوقت لذيذة. تمام، تابعوا الفيديو إلى الأخير باش تشوفوا هذه المكونات ديال هذه الوصفات، وهذه الوصفات اللي حضرت معكم هي اقتصادية وصحية في نفس الوقت اللي غادي نحتاجوا ليها. أولا في التحلية اللي هي شي حاجة ضرورية في الطاولة الرمضانية، غنحتاجو كأس ديال السكر حبيبات، ملعقة كبيرة من الزبدة، 3 معالق من كريم باتيسير، تقدروا تعوضوها بالنشا. في إناء أو في طنجرة غادي نوضع كأس ديال السكر حبيبات ونوضعو على النار حتى كيصبح على شكل كراميل، وفي إناء آخر غادي نوضع الحليب و3 معالق من الكريم باتيسير، غتعوضوها بالنشا إذا ما عندكمش كريم باتيسير. أنا كنفضل كريم باتيسير على النشا في هاد التحليات. وغادي نحرك هاد المكونات مزيان، ضروري من التحريك باش هنا ما تبقاش لينا لهاد الكريم باتيسير في الحليب، يعني تكون دايبة بالكامل. ومن بعد ما كيصبح لينا السكر على شكل كراميل، غنضيف ليه ملعقة كبيرة من الزبدة، وغادي نضيف ليه الحليب المتبقي وكذلك الحليب اللي خلطت معاه الكريم باتيسير. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى كيدوب داك السكر تماما. فهاد التحلية كتجي من أروع التحليات اللي جربت ديال الكراميل. ضفت ليه الكريم باتيسير وكذلك الحليب المتبقي، وغنبقى على التحريك المستمر ضروري حتى كيدوب لينا داك السكر بصفة نهائية، ونحسو بأن التحلية ديالنا أو هاد الكريمة ديالنا صبحت، يعني بقات بدات كتشبع كتصبح على هاد القوام، يعني باقي غادي غنوضعوها في التلاجة غادي تجمع هاد التحلية. كتجي تحلية لذيذة وسهلة والمكونات ديالها راه في المتناول. وغادي نوضعها في هاد الكؤوس ديال التقديم، فهنا عطاتني يعني تقريبا 3 ديال الكؤوس بالنسبة لنصف لتر ديال الحليب. إلا بغيتو كمية كبيرة غادي تضبلو المكونات أو تضاعفو المكونات. وغادي نوضعها في التلاجة، يعني باش يعني كتوجد لينا غنخليو واحد المدة ديال 5 ديال السوايع عاد كنقدموها، كتجي تحلية من أروع ما يكون. ندوزو إن شاء الله للوصفة الثانية اللي غنحضر معكم، اللي هي غنحضر معكم بيتزا الكأس، اللي هي بيتزا جربتها من أروع البيتزات اللي جربت، كتجي لذيذة. أنا غناخد واحد الإناء غادي نوضع فيه ملعقة صغيرة من السكر، ملعقة ديال الخميرة، والقليل من الماء اللي يكون دافئ حتى يعني كتفاعل لينا هاد المكونات. ضروري نخليهم واحد ربع ساعة حتى كنحسوا بأن الخميرة تفاعلت هي والسكر والماء. هنايا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وكأس ديال السميدة الرقيقة اللي يعني كنستعملوها في البسبوسة وكذلك حتى في البغرير. وغادي نضيف ليها 2 معالق صغار من الحليب بودرة، فهاد الدور ديال هاد الحليب كيخلي يعني البيتزا ديالنا كتجي شيشة ورطبة. وغادي نضيف لها ملعقة يعني او نص ملعقة ديال ملح، الملح كيبقى على حسب الذوق او على حسب الرغبه. ومن بعد ما كتفاعل معنا ديك الخميره غادي نضيفها، كتفاعل الخميره كيف ما كتلاحظوا معايا، غنضيف ليها 2 معالق صغار من زيت الزيتون، فهادو السر اللي كيخلي يعني العجين ديال البيتزا كتجي هشيشه ورطبه. يعني ضروري نضيف ليها الزيت وكذلك الحليب بودره، يعني ما توفرش عنده الحليب بودره نضيف حليب عادي. وغادي نضيفها العجين ديالنا، وغادي نعجنو واحد العجين مزيان بحال العجينة ديال الخبز، وغادي نخليها حتى كتخمر ويتضاعف الحجم ديالها، ونشكلها ان شاء الله كويرات كيف ما غتلاحظوا معايا. والعجين ديالنا يعني بالماء اللي يكون دافئ، ضروري يكون الماء دافئ حتى كنحصلوا على عجينة اللي تكون لينه بهذا الشكل وبهذا القوام، ونخليها حتى كتخمر ونشكلها كويرات. وغادي نشكلها كويرات بحال يعني الشكل اللي كنحضروا بيه المسمن، وغنخليها حتى تخمر. ريتها ما تخمر غادي نحضر معكم حريره مغربيه بالبطاطا، يعني كتجي رائعه.
ومن اروع ما يكون غنحتاج فيها هنايا زلافه ديال الحمص، وهنا القزبر والمعدنوس كذلك الزلافه والعدس، وعندي هنا بصله واحده محكوكه ومطيشه اللي حضرتها بهذا الشكل. غادي نشارك معكم في اخر فيديو الطريقه كيفاش حضرتها. غندير ملعقه ديال صغيره من الابزار، نصف ملعقه عفوا، نصف ملعقه ديال السكنجبير، نصف ملعقه ديال الخرقوم، ونصف ملعقه ديال الملح والزيت الزيتون وزيت المائده. وغنضيف ملعقه كبيره من السمن الحار، فهاد السمن حضرته في البيت، وغادي نشارك معكم ان شاء الله في فيديو مقبل الطريقه ديالو. وغادي نوضع هاد المكونات حتى كيتقلاو مزيان على نار اللي تكون هادئه، ضروري نخليو الحريره ديالنا حتى كتقلى، لان هاد هي السر اللي كيخلي الحريره كتجي بنينه. ومن بعد ما كتقلى مزيان غنضيف ليها الماء، وغادي نقفل عليها على طنجره الضغط او الكوكوت حتى كتخمر العجين ديالنا. كناخدو واحد الكاس وكنضغطو عليه بهكا في الوسط ديال هاد الكويرات، وكنحاولوا نبسطوهم باليد ديالنا. ضروري نضيفوا يعني زيت المائده لهذا الكاس باش ما كيتلصقش معنا في العجين، وندهنوا كذلك اللاطه، وكنسرحهم هكا باليد ديالي. وكذلك نقدروا نستعملوا حتى الطاية ديال الكوفيتير او ديال السميتو. غادي ناخذ هنا الصلصه ديال البيتزا، راه غنشاركها معكم حتى في اخر ديال الفيديو، هي الصلصه اللي كنحضر بها يعني الحريره. وغادي نوضعها فوق هاد البيتزات، كتجي الصلصه رائعه. وغادي نحضر هاد البيتزا بالطون، غادي نضع القليل من الطون. تقدروا ديروا الكفته او الدجاج، وغادي ناخد كذلك الفيفله الخضراء، يعني على حسب المتوفر عندكم. وغادي نضيف الجبن الخاص بالبيتزا. الطريقه ديال البيتزا طريقه سهله، ويعني ما كتاخدش معنا وقت او مجهود، عمليه، هي طريقه عمليه يعني بلا قطاعه بلا حتى شي حاجه، يعني ما كتاخدش معنا الوقت، فقط نستعملوا الكاس او يعني غطاء ديال يعني ديال شي قاروره زجاجيه بحال الكوفيتير او المطيشه اللي كتباع في العلب. فهذه الطريقه سهله سهله، وكتوجد لنا البيتزا بسرعة، والأهم أنها كتجي لذيذة وبنينة. أتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها بالطريقة اللي جربتها، راه رائعة، وحتى العجين جا يعني عجين رائع. الحرير غنضيف ليها الشعريه والرز، وغنضيف ملعقه من الطماطم المركز، وغنضيف 3 ديال البطاطات اللي غنخليهم يطيبوا في هذه الحريره. من بعد ما كيطيبوا غادي ناخذهم الماء من الحريره، غادي نطحنهم، وغادي نجمع بهم هذه الحريره. كتجي هذه الحريره بطريقه رائعه ولذيذه. هي البيتزا اللي حضرت معكم كتجي هشيشه ورطبه، جربوها بهذه الطريقه، ويعني سهله في التحضير وما كتاخذش وقت مجهود. وكذلك الحريره بالبطاطا كتجي خفيفه وصحيه. وهادو هما الاطباق اللي حضرت معكم، بيتزا ديال الكاس، وكذلك التحليه كيجيو لذاد ومن اروع ما يكون. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد الاطباق اللي حضرت معكم. واذا كنتو اول مره كتزوروا القناه فضلا وليس امرا، تشتركوا في القناه وتجرس وتخليوا لي اعجاب للفيديو الى عجبكم الفيديو. ونتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم هذه الوصفات، وشكرا على المتابعه، والى الملتقي ان شاء الله في فيديو اخر في امان الله. غادي نخليكم مع طريقه تحضير الطماطم اللي هي طريقه سهله وكتجي يعني عمليه، وما كتاخذش معنا يعني واحد الوقت ولا واحد الجهد، وكنستعملوها يعني في عده استعمالات في البيتزا وفي الحريره. غير الطماطم كناخد هاد الطماطم اللي كتكون هكا صغيره، تقدروا تاخدوا كذلك الطماطم اللي كبيره، يعني انا كنفضل هاد الصغيره. كنوضعها على نار اللي غتكون هادئه بدون ما نضيف لها حتى قطره الماء، وكنخليها حتى كتبرد، وكنطحنها، ومن بعد كنصفيها وكنوضعها في هاد القوالب، وكندخلها للمجمد حتى كتاخد الشكل ديال هاد القوالب، وكنوضعها في علبه.